أخوتي، استيقظي يا أمتي، هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان، كسابق الأزمان. العديد من الدول رغم إمضائها على المعاهدة ما زالت تواصل بأشكال مختلفة سلوك سياسات التعذيب بصفة منهجية، بما في ذلك الدولة التونسية. من باب الشرع بالعنف، بالعنف وباللطم وبالسب وبال فرودة تحطت على راسي من جهتين. رانا مستعدين نقتلوك، مستعدين نصرفوك، مستعدين راهو بأبسط يعني راهي خرطوشة في راسك ونعبوك في يعني حاوية تاع زبالة ونردموك في الليل من غير ما يسمع بيك حد ومن غير ما يراك حد. ولذا الأمل شوف أنا هو معناها غذاء روحي للدولة. بعد يقول لي الكلب أجيب الكلب، كل كلب أجيب الكلب، نقول له الكلب أجيب الكلب. هبهب، نقول له هبهب هبهب، والله يقول لي يهبط هبط، نقول له هبهب هبهب، والله كيف هبهب هبهب، ويشوف في روحك ما كيفاش نقول له هبهب هبهب. تقريب ستة كل واحد يضرب على اليمين على اليسار على اليمين على اليسار، وأنا أصرخ نعيط، أصرخ بحدة وزوجي كان وهو رفيقي في الغرفة المجاورة. واحد اللي عدل ذكر اسمه، هذا كان وقت اللي يبدا يضرب يغني بابا بحرية يا بابا مكرهم للضرب، وراسي محلول يصبوا علي في الماء، ومنهم واحد حلل لي حشاك من الفم متاعي وبزق لي فيه. يطلعوني معناني كما يطلعوا الموتور كي يخرجوا من كهربا، يطلعوني لكن بالمقلوب، ويولي راسي لوطة، ثم يحط معناني يحطوني في البانو معنا. الصعق بالكهرباء بدأ من أظافر أصابعي، وآخر ضربة كانت في حدود الساعة الثانية فجرا، كانت على طرف لساني. يجيبوا دبوزة يعملوا لها فازلين ولا صابون ولا حاجة، ويقعدوا عليها الشخص يحشوها لهم اللوطة. سيد محمد اليوسفي عندما ربما يأس من أن الضرب لن يجلي معي نفعا، مر إلى الممارسات، إلى التحرشات الجنسية المفضوحة، إلى محاولة ملامستي من بعض الأماكن الحساسة. وأعطوا إذن الواحد الجلادين مش يقتصدني. خسر عذاباتك في كلمة ما عنده هو، أحسدنا اللي ماتوا. يوصل إلى حد أن ربما يتلقى الموت. إحنا لا نؤمن وإن سياسة البلاد غلقت على العمل السياسي. جابوا زبرة بتاع حداد كوم من السلاسل وركبوا لك الحد سلسلة في ساقين. 27 حلقة. أو تحسوا كأنه التعليم بين منطقة الشرطة وبين السجن ليس إلا تعذيبا ممنهجا. كتفوا لي ذي وشعلوا العضو الذكري ذي، أنا شعلوه بالبريكي، حرقوه بالبريكي. خرش من عندهم ليست فيها ما يسميه العام الرجل. يوم من السجن في غار ملح في عهد الاستقلال يساوي عام من سجن أشغال الشاقة في عهد فرانسيس. إلا تقتلوني سيرا غير يطلوني سيرا غير إلا بوغت غير. ما حد يمشي ويخسر التالي وراه. ليه ما يمشي هاد معايا فيه؟ يمشي عادي. وأعتقد أن المسؤولية في هذه الحالة هي مسؤولية الجهاز. الجيش. ونحن نحن 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 نحن